صباح الخير وصباح الصحة والسلامة اللي كنتمنوها دائما لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد راديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في أولى حلقاتنا خلال هذا الأسبوع من برنامجكم صحة وسلامة. كل أوفياء ديال ميد راديو كيعرفوا على أنه البداية من كل أسبوع كتكون رفقة الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية، باش اليوم معاه غتكون تتمة السلسلة من الحلقات وحنا كنتكلموا على النظام الغذائي للأطفال مع الدخول المدرسي. توقفنا في الوجبة ديال الغداء باش غنعرفوا المكونات الأساسية ديالها وشنو كيحتاج وليداتنا في هذه الوجبة. طبعا ما يفوتنيش بما أنه اليوم غيبدا انطلاق الموسم الدراسي الجديد، فكل التوفيق كنتمنوه للطلبة والتلاميذ، كنتمنوا لهم إن شاء الله مزيد من الاجتهاد من الجهد أيضا باش يحصدوا الثمار ديال الاجتهاد ديالهم يكون بالنجاح وبالتوفيق إن شاء الله في آخر السنة. غادي نمشيو مباشرة عند أستاذ الحليمي ومعنا على الخط. صباح الخير أستاذ الحليمي، أهلا وسهلا بك معنا. تحية لك أختي عفاف وتحية لفريق العمل والمستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. وكنتمنوا كما قلت أستاذ عفاف، كنتمنوا الآباء والأمهات أنهم كما كنقولوا الدرجة ديالنا الله يحسن عوانهم مع وليداتهم إن شاء الله بإذن الله، والأمور إن شاء الله تدوز سنة دراسية تكون موفقة لا للتلاميذ الجدد ولا للطلبة ولا جميع المستويات الدراسية إن شاء الله. يا رب وما يفوتناش كذلك أستاذ الحليمي، كنعرفوا على أنه في الموسم الدراسي ربما هذه غير رسالة ما يفوتناش، بما أنه الحمد لله متاحة لنا الفرصة من خلال منبر إعلامي لكل رجال ونساء التعليم على أنه الموسم الدراسي راه أول حاجة يعني كنعرفوا ربما ديك الأيام القليلة الأولى كتكون الاستئناس باش من بعد كيكون تقييم ديال المستوى ديال التلاميذ وكيجي التقويم من بعد. فهذه المرحله مهمه جدا للوليدات ديالنا، وفيها كيكون كذلك الانفتاح على البيت على الاسره مع المدرسه باش كيكون لما قلنا ذاك التقييم ديال مستوى وليداتنا كنعرفوا شنو المواد اللي هما عندهم فيها مشاكل، ربما شنو الحصيله اللي خداو من السنه الماضيه باش كان داركوا هذا الشيء في بدايه السنه. راه هذه المشاكل كنشوفوا بزاف ديال الامهات والاباء للاسف ما كيوقفوا عندها حتى اما في وسط الموسم الدراسي او حتى الاخير السنة لما كيشوفوا النتائج اللي ما كتكونش مرضية بالنسبة لهم. فهذه فقط رسالة قصيرة كنوجدوها لكل النساء ورجال التعليم، لأنه في الأول والأخير هذوك راه يعني أمانة في الرقبة ديالهم ووليداتهم أيضا، وكنتمنوا كل التوفيق والاجتهاد كيف ما قلنا للطلبة والتلاميذ. اليوم أستاذ حليمي النظام الغذائي للأطفال مع الدخول المدرسي، توقفنا في الوجبة ديال الغداء، ربما نذكروا غير بعض النقاط اللي فات المستمعين الكرام وربما تحت اليوم الفرصة أنهم يسمعوا الحلقة الماضية، فشنو أهم النقاط اللي غادي نرجعوا نذكروا بها باش من بعد نمشيو الحلقة ديالنا اليوم نعطيو معلومات جديدة. نعم، هو كان بدوري أستاذ عفاف كنحيي رجال ونساء التعليم، وأنا ما كنت أنا تلميذ، كنت أنا عشت مع أساتذة والناس المكونين في جانب ديال التربوي كأستاذ اللي كان في المدرسة كيقريني، وعشت في أسرة اللي هي في أسرة ديال التعليم، يعني الأب ديالي هو كان من رجال التعليم وعارف المعاناة ديال هاد الناس من أجل أنهم يوصلوا هاد الطلبة ديال المغرب لواحد المستوى اللي هو، وعشت هاد كانت لي فرصة أنني كنت تلميذ وكنت ابن رجل تعليم وكنت يعني أنا واكبت هاد المسائل هادي اللي فعلا كنحييهم هاد المنبر هذا. أكيد كنحيي رجال التعليم اللي عندهم ضمير، يعني باش نعرفوا بلي راه كاينين بعض الناس اللي كتكون بعض الاختلالات، ولكن الحمد لله دائما نتفائل خير، وكنتمنى ان شاء الله بان حتى الطلبه والتلاميذ يكونوا اطفال وكما كيعتبروهم، ورجال التعليم ونساء التعليم عندنا في المغرب من اعلى المستويات، لا الجانب التربوي ولا الطريقه ولا المستوى ولا الاخلاق، لانه هما بحد ذاتهم اباء، وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وهذه رساله على العاتق ديالهم وكنتمنى ان شاء الله يقوموا بها باحسن وجه. اكيد لما نتحدث عن الطفل هو مشروع، مادام اليوم كنهضروا على الدخول المدرسي وكيف ما الاستاذ عنده مسؤوليه، وكنتمنى ان شاء الله انه يقد بها وانه ان شاء الله الله يعاونوا عليها، كذلك الجانب الصحي عنده مسؤوليه وكنتمنى انهم يقوموا بها على اكمل وجه. وحنا بدورنا الهدف ديالنا هو اننا نطرقوا من جانب التخصص ديالنا اننا نعاونوا الاطفال ونعاونوا الاسر المغربيه بدون اي غطاء من الأغطية اللي ممكن أننا نوجه به اتجاه بعض المسائل الإشارية وبعض النقط اللي ما صلحش نقولوها في هذه المنابر الإعلامية واللي ما صلحش حتى نديروها إذا يكون عندنا ضمير. الطفل بصفة عامة لما كيجي هذا الكون وهذا الوجود، وكلنا عشنا السفر الجميل، أنا ما تشي واحد ما وصل 20 عام بين عشية وضحاها، كل شيء دوز مرحلة الطفولة وهذا سفر جميل جدا يعيشه الكائن البشري. الطفل يلاه كيتزاد، يلاه كيجي لهذا الوجود هذا، كيكون عنده اولا كيصرخ و
وهاد الصرخه ما كتكونش بكاء بقدر ما هو امتلاء الرئه بالاكسجين. اذا يتنفس ويتنفس ماذا؟ الاكسجين يخرج ثاني اكسيد الكربون، ما غيتنفسش الازوت ولا الاوزون ولا شي غاز اخر. هادشي غادي نشوفو المبدا حتى في التغذيه، واخا؟ اذا الطفل شنو كيحتاج؟ كيتنفس ياخذ الاكسجين ويخرج ثاني اكسيد الكربون. الفطره ديالو خلاته انه يمشي يتدي للام ديالو. اذا مي كيتزاد ويصرخ هذيك الصرخه اللي كتعمر لي بومون ديالو الرئه ديالو بالهواء، كيمشي مباشره بالفطره ديالو للثدي الامي. ها هو كيمارس فطره الاكل. اذا يتنفس ياكل، وباش يهضم وباش يكون النمو وباش يتفرز لوغمون دو كرواسونس كينعس. اذا يتنفس وكياكل وكينعس. الوغ مي كيفيق كيخرج الفضلات، شرف الله قدركم، على شكل الغائط وعلى شكل البول. هادو هما القواعد الاساسيه. اذا لا ريسبيراسيون تنفس، لا نوتريسيون تغذيه، لو سومي اللي كيكون فيزيولوجيك النوم فيزيولوجي، والكينس. اذا الكائن البشري هادو هما القوانين اللي خصو يركز عليهم باش يقدر يدير داك الشيء الاخر. يعني اربع قواعد اساسيه اللي كتحكم في كل الحيثيات الاخرى. التنفس، الله سبحانه وتعالى يعني وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. شوف سبحان الله، النبات احنا كنخرجوا ثاني اكسيد الكربون، كياخذ هو الكربون كيردنا الاكسجين، كياخذ الماء H2O كيخلي عنده الهيدروجين وكيخرجنا الاكسجين، كيشد الكربون مع الهيدروجين بالاشعه ديال الشمس، اشياء رائعه، كيكوننا غذاء اللي خصنا ناخذه. احنا في الغذاء دابا وصلنا للاكل. اذا سخر لنا الطبيعه كامله، بسم الله الرحمن الرحيم، والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزن. جاء النوم، الوغ مي كيجي النوم، وجعلنا الليل سباتا وجعلنا النهار معاشا. اذا انت كدير هذه القوانين كامله كيكون النوم، كيجي التخلص من الفضلات. التخلص من الفضلات ومن السموم، هذا اللي هو طابو كبير واللي الناس كيغفلوا عليه واللي الناس ما كيهضروش عليه بزاف، وهذا الشيء ان شاء الله هذه السنه ان شاء الله الى حيان الله غادي نعطيو اهميه بزاف. هذه ليميناسيون اخراج السموم، ما كيهمناش الكالوريات، كيهمنا الجسم ديالك راه الا عطيتيه الفيتامينات والسكريات والبروتينات الدهنيات، واش عندك داك الشيء فين تحطو، واش الجسم ديالك ناقي باش يستافد من هذا الشيء او لا. والله سبحانه وتعالى الوقت تسخير الفضلات واخراج الفضلات، الله سبحانه وتعالى سخرنا واحد الجسم اللي قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اذا هذو هما القوانين ديال الحياه. اذا الانسان ميكي هاد الولاده الاولى كيكون فيها هاد القوانين، كتجي الولاده الثانيه. الولاده الثانيه كل واحد وفوقاش كيتزاد، هذه انا شخصيا كنسميها الولاده الثانيه. علاش؟ لان الا عرفنا السبب اللي جينا من اجله وفهمنا البساطه للحياه، ان الحياه والله العظيم الى بسيطه جدا. الجسم هو معقد ولكن الاستعمال ديالو هو بسيط جدا. وحنا اللي فينا داك العقد، حنا اللي عقدنا هذه الحياه بهذه العقد ديالنا بهذه الاشياء هذه. واخا انت عندك واحد العدو، انسان ما خصوش ينساه، عندنا اعداء شياطين. الوغ الشيطان وضع كل الطاقه ديالو والوسائل ديالو باش يمس بالصحه ديالك، ودار سياسه، هذيك السياسه انت الا ما عرفتيهاش بالدارجه كنقولوا بين معقوفتين مشيتي فيها، كنهضر على الجانب الصحي. اذا البساطه كتخلينا اننا نمشيو بسطاء، والبساطه كتخليك تستافد من جسم صحي، تكسب مجتمع، تكسب اصدقاء، تكسب بزاف ديال الناس. اذا البساطه هي لوكس ماشي ضعف. هادشي اش كنقولوا الامهات عافاكم، انا علاش كنقول هادشي؟ لان انا اتاسف، لان كنشوف بعض القنوات على اليوتيوب هاد وشخصيا شفت هاد الويكند هذا، انهم كيعطيو بعض الوصفات للاطفال. الله يجزيكم بخير، الوصفات اللي ماشي صحيه خليوا هذوك الناس يصوبوها، خليوهم هما ياكلوها بلا ما تصوب. داكشي اللي يصوبوه هما ياكلوه. اما باش الا سمحتي استاذ الحليمي، نعم اذا سمحتي استاذ الحليمي غادي نرجعوا لعندك دائما في حلقه اليوم البرنامج صحه وسلامه لكل المستمعين الكرام. ودائما على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم وبرنامجكم صحه وسلامه رفقه الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. وحنا كنتكلموا على النظام الغذائي للاطفال مع الدخول المدرسي، وتحديدا كنتكلموا على الوجبه ديال الغداء. مرحبا باتصالاتكم على 05 22 46 75 51 او 52. استاذ الحليمي كنا توقفنا في بعض الوصفات اللي كتكون غير صحيه نهائيا، وكيتم التحضير ديالها على انها يعني وجبات اللي غادي تقدم للاطفال
وكنعرفوا يعني حتى الوليدات لما كيكون بعض النكهات او لا بعض الذوق اللي هما كيحبدوه. الا تكلمنا نوعا ما على الحلاوه بزاف، الا تكلمنا على الملوحه كذلك، فغادي نمشيو لسيد الحليمي وغنربطوا هذه المساله كذلك بالتركيز، بالتركيز عند الطفل. كيف ممكن كيأثر المذاق ديال الطفل على التركيز ديالو؟ نعم، هو اولا المذاق ديال الطفل هو كيتربى، والتربيه ديال هذا المذاق مهمه بزاف. غير المذاق اللي محكوم دابا الان هو محكوم بالمذاق المالح والمذاق الحلو والمذاق الدهني. هذا المثلث هذا كيخلي الطفل كيدخل في اديكسيون، في ادمان بكل ما تحمل الكلمه من معنى، ماشي كنهضر بواحد كمبالغه ولكن كجانب علمي. علاش؟ لان هذا الجانب المالح والجانب الحلو والجانب الدهني اللي ولا عند الاطفال دابا خلى الطفل في واحد السجن ديال واحد المذاق اللي هو مذاق موحد اللي كيلقى. اذا الطفل دابا ما كياخذ شي وجبه ماشي كياخذ المذاق ديال الغذاء بقدر ما هو كياخذ المذاق ديال واحد المواد اللي هي تم الدراسه ديالها على اكمل وجه. وهذا الشيء هذا كنعرفوه، هذه المسائل كنا هضرنا عليها مرارا وتكرارا. قلت انا بالنسبه لهذا، وفعلا هذه الوصفات اللي كتعطى دابا لا تحترم، ما كنهضرش على كل شيء، وميم طون هذا الشيء هذا راه كتلاحظوه وبعض القنوات، وغالبيه القنوات كتكون وصفات غير صحيه. باش نحسموا في هذه المسائل، لان انا شخصيا ما عندي حتى شي قبعه تجاريه، ولما يتعلق الامر بالطفل لا يجب ان نتساهل. الوصفات التي تعطى الان، وهذه المساله ديال الشاف، وهذا لهاد الناس اللي كيسميو راسهم شاف، ربما شاف غير بعض الفيديوهات وسمى راسه شاف. غير بغيت نسير لهذه المساله ديال الطياب باش الناس يعرفوا، لان اغلبيه الناس ما كيعرفوش بعض النقط. كقوس اغلب دابا وكاين بعض الناس اللي اسماء معروفه، سميتو شاف فلان اكس، كيديروا عارفه استاذ عفاف كيديروا واحد القبعه في الراس ديالهم. هذيك القبعه شنو الدور ديالها؟ غالبيه الناس ما كيعرفوش شنو الدور ديالها. كتكون هي مطويه، وغالبا القبعه الاصليه ديال الناس اللي كيكونوا كيطيبوا بشكل اللي هو شكل معقول، واللي ما عندهمش ذاك مي كتناقش معاهم ما عندهمش ذاك واحد الصلابه، بالعكس ليونه كتكون فيها 100 طيه. هذيك القبعه الاصليه فيها 100 طيه. علاش 100 طيه؟ لان باش تولي شاف خاصك البيض بوحدو تعرف طيبو 100 طريقه، وهذه قليل اللي كيديرها. باش ما نقولش راه اليوم راني عادي، غدا صبحت شاف ولي نعرف نقطع بطاط بصلاه مطيشه، ولا دزت في واحد القناه التلفزيه اللي بقات كدوزني يوميا راني شاف. الوغ هذيك القبعه كتكون فيها 100 طيه، وهذوك الطيات 100 كتعني العدد ديال التحضيرات ديال البيض، غير البيض بوحدو، الطرق اللي خصو يتحضر بها البيض. والناس الامتحانات دابا ديال لي تكنيك كولينير بالطبخ غالبا كيركزوا، اول حاجه كيعطيك امتحان هو كيفاش طيب البيض. هذا فقط قوس حليناه باش نحلوا هذه المساله ديال الشاف، والناس كيطيبوا لوليداتنا، وبعض القنوات اللي ولاو دابا كيقول لك راه وجبات صحيه للاطفال المدرسه، ودي معك هذه ودي معك هذه. الا ما كانش صحيه خليوا هذوك الناس اللي كيطيبوا داك الشيء اللي كيطيبوا خليهم ياكلوه. الوغ لا، قلت انا يا الطفل هو واحد المشروع، ودائما الجائزه باش الطفل يولي عندك مزيان، الجائزه كتجي بعد العمل، الا الخلق الالهي ربي عطانا الجائزه قبل العمل، ما يخلق الجسم ديالك في صحه جيده عطاك جائزه قبل العمل. لما تصلي عندك هديه، كيطلع لك الاندورفين، كيطلع الاوسيتوسين، ارحنا بها يا بلال. لما تصوم كتحيد لك السموم ديالك. حنا واستسمح للمثال، ملي كتكون في الدار في الكوزينه عندك واحد البوبال فين كترمي الازبال، واحد المرحله واحد الايام كتكون ذاك البوبال عامره في النهار، هذوك هما الايام البيض. الايام البيض كيكون الجسم ديالنا عامر بالسموم، داكشي الانسان خاصو يصوم ماشي غير في رمضان الايام البيض. الحج ملي كتمشي للحج كتجيب هديه انك حاج، والتمغنط تما ناقص، وعنده واحد الفوائد كثيره بزاف ان شاء الله الا كانت فرصه نهضروا عليها. صله الرحم ملي كتمشي عند الاباء ديالك كيتفرز عندك لوسيتوسين، الهدوء. لما كتوضا كتحيد الشحنات، لما كدير الزكاه او الصدقه كدير رولاكسين لوسيتوسين، لما كدير الحركه الجسم ديالك كيعطيك لوندورفين قبل حتى ما ينشف العرق ديالك. اذا دائما
الجائزة كتجي بعد العمل. الحلقة الماضية بعجالة باش نعطيو فرصة للمستمعين، الحلقة الماضية كنا هضرنا على الوجبة اللي قبل منها، هضرنا على وجبة الإفطار، والحلقة الماضية هضرنا على البنية ديال وجبة الغداء. عفوا الوجبة الغداء. البنية ديال وجبة الغداء هي بنية بسيطة جدا. قلت أنا كتبدا أولا كتبدا بوجبة ديال السلطات. والسلطات لما كنقولوا السلطات علاش؟ لأن التغذية الله يجزيكم بخير، لأن النظام ديال ما بعد الحرب العالمية الثانية هو اللي جاب لنا السكريات، بروتينات، دهنيات. بروتينات باش تولي استهلاك اللحوم، دهنيات باش تولي أشياء أخرى. وهذا الشيء هذايا سي با لا بين ندخلوا في هذه المتاهات، لأن هذا الشيء بالدارجة بيع وشرى. واخا ألوغ حنا اللي خصنا هما اللي فيتوستروجين، هما اللي فيبغ الألياف الغذائية، هما الكلوروفيل، هما الفيتامينات، هما الأنزيمات. إذا هذا الشيء فين كاين؟ كاين في الخضر. وكنبداو الطفل كنبداو بوجبه اللي هي وجبه ديال الخضر على شكل السلطه بسلاطه خيار فقط. الخس ممكن نزيدوه، ممكن نديروا الرجله كنا هضرنا عليها، ممكن نديروا زعلوك، زعلوك ممكن نديروا القرعه الحمراء، ممكن نديروا البطاطا الحلوه، ممكن نديروا بزاف ديال الامور. اذا اللي خاصنا نجتهدوا في هذا الباب هذايا، ونعطيو الطفل واحد وجبه اللي هي وجبه بسيطه، هاد السلطه اللي يديها معاه. الوغ شنو الدور ديالها؟ انها كتعطينا واحد 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 ما تصوروش، واحد الموجة ديال واحد الطاقة لهذا الطفل هذا، زائد أنها غنية بزاف ديال العناصر الغذائية اللي بغينا نهضروا عليها. راه جبل ديال الفوائد. ولكن الله يجزيكم بخير، أول وجبة الطفل ياخذها سلطة، ما نكثروش فيها بزاف، غادي نهضروا على النقط، غادي نهضروا على الخل، نهضروا على بزاف ديال الامور اللي ما خاصهاش تكون في هذا في السلطة هذه. ما ان شاء الله باذن الله نعطيو فرصه للمستمعين وان شاء الله نحضرونا. وفي اول مكالمه غادي نتواصلوا مع المستمعين الكرام فيها ام مؤمن على الخط معنا من سلا. صباح الخير ام مؤمن. صباح الخير. مرحبا بك. صباح النور، كي دبتوا لاباس؟ الحمد لله ام مؤمن. الله عليك. كنشكر الدكتور الحليمي الله يخليك. الو، شكرا لك ام مؤمن. مرحبا، تفضلي كنسمعوا. عافاك، انا عندي الولد، كنجيبو ولدي كيقرا يلا اليوم الجا اول عام. بالنسبه للمدرسه حدايا ترونسبور ما كنديش، كندي على رجليا وكنجيبو. كيجي مع ال 12 باش يتغدى، ما كيبغيش ياكل ليا، كنبقى معاه مشكل باش ياكل. اي حاجه وجدتها لي كيتماطل باش ياكل، وفي الحقيقه كنحي ما كنعرفش شنو كنعطيه كاع. هذا اول طفل دخل المدرسه عندك؟ اي اول واحد، وهو اللي كاين نيت ان شاء الله. نجاوبك ان شاء الله ليك. واخا وعافاك، بغيت نعرف غير لو بوا ديالو. اييه نعم. شحال السن ديالو؟ لو بوا ديالو واقيلا 20 كيلو. لا، السن ديالو شحال؟ السن ديالو دابا عنده 5 سنين و9 شهور. 5 سنين. نعم 9 شهور. 5 سنين و9 شهور. كيجي ضعيف، ما واش كيطوال؟ ما فهمتش واش كيطوال. انا الوزن ديالو اختي 18 كيلوغرام، بالعكس الوزن عنده عادي جدا. لا عنده 20 كيلو. لا، الوزن العادي ديالو 18 كيلوغرام حتى 22 كيلوغرام بالنسبه لهذا السن هذا. هذا يعني الوزن اللي كان عنده غير 18 كيلو ام مؤمن راه وزن عادي. نعم. شكرا، كنشكركم بزاف. شوف ام مؤمن، ام مؤمن قبل ما تقطعي، اعطينا القامه ديالو شحال الطول، كتعبري الطول ديالو ديال الوليد؟ الطول ديالو والله ما عرفت، ما عمرني الطول ديالو. هو طويل شويه. واخا ام مؤمن، نجاوبوا ان شاء الله على السؤال. بحال دابا الفطور في الصباح كنعيا فيه، كنعطيه هكا حليب ولا هذا ما كيبغيش. ملي كنعطي شويه ديال الفاكهه، الزبيب ولا التمر ولا هذا، كياكل شويه كياكلها، كيقول لي لا صافي. الحليب ما كيبغيش يشربوا كاع. اييه مره واخا كنعيا فيه، المره كنضربوا ما نكذبش عليك، المره كنضربوا وما كيبغيش، ما كيبغيش يشرب لي الحليب. نعم، كتضربيه باش يشرب لك هذا الحليب. كنضربوا باش يشرب الحليب وما كيبغيش. واخا، جاوب على سؤالك ان شاء الله ام مؤمن. شكرا لك، تواصلتي معنا من سلا. فانا عارفه عندك راي استاذ الحليمي في هذه المساله، فهي كتضربوا باش يشرب الحليب. غير قبل استاذ الحليمي، واحد النقطه اللي لاحظتيها، الكثير من الامهات والاباء لما كنسولوهم بطبيعه الحال على السن على الوزن ما كاينش مشكل، لكن القامه والطول ديال الوليدات الكثير من الامهات والاباء كيغيب عليهم. عندك سبب مقنع لهذه المساله؟ بزاف ديال الامهات والاباء ما كيعبروش الطول ديال الوليدات، ما كيعرفوش القامه ديالهم، واش الوليد كيتزاد واش. كنعرفوا على انه راه كاين مؤشرات اللي كتبان من الطفوله، كنعرفوا واش الوليد غيجي طويل ولا لا. نعم، هو هي الثقافه ديال الوزن استاذ عفاف، الى لاحظتي انا في الماضي القريب ما كانش. مع البرامج، مع هاد بدايه الوعي، انا كنقول جاي وعي كبير جدا في الجانب ديال التغذيه في المغرب ان شاء الله. هذا ما كنتمناه يا رب. هذه شوف، هذه زعما دي فاج جايين في المغرب فيما يخص الوعي،
اللي كيعطي معلومات جيدة مرحبا، اللي ما كيعطيش معلومات جيدة غير يتخبى. علاش؟ لأن ما غيبقاش المجال المعلومات الغير صحية. لأن عندنا واحد الوعي كبير بسبب أنه كيتكون واحد الشجرة غتعطي لي الخوي ديالها في القريب العاجل. هذا فقط بشرى للمستمعين والمستمعات. فعلا كانت الثقافة ديال شحال الوزن ديال الطفل ديالك ما عارفش. أنا هذه شحال كنا كنسولوا الأطفال الأمهات شنو شحال الوزن ديالك، دابا ولات هاد الثقافة ديال الوزن غير الثقافة ديال الطول. مازال خصنا لان بعض البرامج كنسمعوا غير الوزن ما كنسمعوش الطول، لان احنا عندنا المستمعين والمستمعات معروف ان الانسان يتربع على بعض النقاط، وسيرتو الا كان واحد المنبر اعلامي عنده مصداقيه. انا كيولي مين وليو نسولوا على الوزن والطول غيوليو الناس يفهموا انه الطفل مثلا الامي غتصل مثلا بميد راديو خاصها تكون عارفه الوزن والطول ديال الطفل ديالها. اذا هذه فقط ثقافه لي كما كنقولوا حنا كنحيوا المستمعين والمستمعات، لان كاين تجاوب كبير ملي كيتصل بك المريض ويحط حداه التحاليل ويعرف الوزن ديالو. شو كيف فيها درا وصل لواحد الوعي. اذا هذا فقط مساله ديال الوقت ان شاء الله باذن الله. وانا كنطالب الامهات ان كما تكون عارفه حافظه الاسم ديال ولدها، حتى شي واحد ما يقدر ينسى الاسم ديال ولده، تولي حافظه الوزن ديال ولدها، وتولي حافظه الطول ديال ولدها، وتولي حافظه النظام الغذائي ديال ولدها. اذا النظام الغذائي ديال الاطفال خاصو يتحفظ عن ظهر قلب، ماشي كنهضر على القواعد، كنهضر على المبادئ. مبادئ تولي محفوظه عن ظهر قلب كما انك كما حافظه انت السميه ديال الطفل ديالك. بالنسبه للاخت قالت انها كتضرب ولدها باش ياخذ هذا السائل الابيض الذي يسمى الحليب، هو اللي مضروب راه غيضرب. داكشي علاش كتولي هذه السياسه هذه. الوغ انا كنقول السؤال المطروح، انا ما غاديش نعطي موقف ولكن ساحرك الفهم ديال الناس. علاش كنعطيو هذا السائل الابيض؟ على ود الكالسيوم؟ هذا هو الهدف من اجل هذا. نعم غالبا لتقويه العظام، غالبا هذه هي الفكره اللي عندهم. نعم العظام، العظام مهما خديتي الكالسيوم الا ما عندكش الكولاجين، ما عندكش النحاس والزنك، وما عندكش معدن البورون، الكالسيوم ما عندوش لا واخر وظيفه، اخر وظيفه ان شاء الله نديروا حلقه خاصه لهذه النقطه، اخر وظيفه كيقوم بها الكالسيوم هي العظام. والعظام المحافظه عليها ماشي بزياده الكالسيوم، يعني ما كنزيدوا الكالسيوم كيوليو عندنا الحجر الكلوي، كيوليو عندنا الحجر في المسالك البوليه، كيوليو عندنا بزاف. اذا انت مثلا بغيتي الكالسيوم ماشي مشكل، الوغ الا بغيتي الكالسيوم الطفل ديالك شحال كيحتاج الكالسيوم؟ كيحتاج 600 ملغرام الكالسيوم. اذا انت شنو خاصك؟ خاصك كالسيوم، ولكن كالسيوم بيو ديسبونيبل. اذا الا بغيتي كالسيوم بيو ديسبونيبل والطفل ديالك يحتاج 600 ملغرام الكالسيوم، انت كأم كتحتاج 800 ملغرام الكالسيوم، الجسم الطبيعه غادي تعطيك اكثر من داكشي اللي غتصور. شنو هو؟ هو انها غتعطيك كالسيوم بيو ديسبونيبل عكس الكالسيوم ديال بعد ما يروج الان. كالسيوم بيو ديسبونيبل 70%، ما كاينش شي غذاء الا في النبات، في التمر، في الزبيب. وشوف سبحان الله، انت كتضرب ولدك على ود الفطره ديالو، كتضربوا ضد الفطره ديالو. الطفل بغى الزبيب انت بغيتي تعطي حوايج اخرين، واخا. الوغ احنا بالنسبه لنا قلت الطبيعه كتعطيك اشياء جميله، كتعطيك كالسيوم بيو ديسبونيبل. وشحال كتحتاج؟ الطفل ديالك كيحتاج 600، انت كتحتاج 800. ملي كتاخذ نفس الوجبه كتعطيك 1000 ملغرام، 1 غرام ديال الكالسيوم بيو ديسبونيبل اللي ما غاديش يترسب في الكليه وما غاديش يترسب في المسالك البوليه، وبيو ديسبونيبل وغتحقق 1000 ملغرام، يعني زايده على ولدك ب 400 وزايده عليك انت ب 200. فين كاين؟ الا خديتي ثلاثه تمرات في الصباح، الشريحه مع العشره، فاكهه وحده في النهار. انا كنقولوا خذوا ماشي على خمسه، خذوا 20 فاكهه ما كاينش مشكل. هذا غير اقل يعني المقدار اللي خاص باش توصل الكالسيوم. فاكهه وحده، شربتي الماء انت كأم جوج لتر ونص والطفل ديالك يشرب مزيان، شحال كتحتاج الطفل؟ 600 ملغرام، انت من 800 ملغرام، الجسم ديالك يوصل له 1000 ملغرام، 1 غرام ديال الكالسيوم. والجميل انه كالسيوم بيو ديسبونيبل. اذا الله يجازيكم بخير، لما كنبقاو نديروا هذا التصرفات هذه، انا قلت هضرت على الوجبه ديال الافطار، لا ستريكتور ديال الوجبه ديال الافطار هي خبز يكون بالخميره البلديه وخبز كامل، زائد ممكن نديروا عسل، ممكن نديروا بيض بلدي، ممكن نديروا بزاف ديال، زائد مشروب ساخن اللي هو دافئ اللي هو الشاي. الشاي ممكن نديروا معاه دابا جايه الشيبه، ممكن نديروا معاه النعناع، ممكن نديروا معاه النعناع العبدي، النعناع العبدي راه داز الوقت ديالو، ممكن نديروه في الساشاج، ممكن نشفوه، ممكن نديروا بزاف ديال الامور. وكنعطيو لولدنا واحد حاجيات كبيره من الكالسيوم. اذا خليونا عافاكم هذه المسائل، هذا وجهه النظر ديالي انا. نعم.
طيب استاذ الحليمي، تكلمنا على السلطه او الشلاضه وقلتي من ضمن المكونات ديالها مطيشه الخيار والخص، يعني عاودنا غير الطفل ديالنا على هاد المكونات هادي، راه حاجه اللي هي ايجابيه بزاف. شنو الحاجه اللي خاصها تكون مرافقه مثلا، او لا يعني ما يمكنش غادي نكتفيوا بها؟ لان بزاف ديال الامهات غتقول لك وغادي ياكل غير شلاضه بوحدها في الغداء، ما يمكنش. باش كتفضل على انه تكون نكونوا مرافقينها؟ جيد. بغيت غير واحد النقطه نسيتها استاذ عفاف، هو كقوس نعم، ما عمرنا نعطيو الطفل يمارس لا 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 يعني واجب ديالو بيولوجي اللي هو الغذاء في ظروف ديال الضغط. معناته ان باش نعطي الطفل شي حاجه ياكلها تحت الضغط فيزيولوجيا، الليبتين هرمون الشهيه، الجريلين كذلك، الليبتين والجريلين تتعارضان مع الجانب النفسي اللي كيكون سلبي عند الطفل. علاش كنقولوا الناس الا كنتي معصب لا ما تاكل والو؟ اذا انت ملي كتحط الطفل ديالك تحت الضغط وتوقف عليه بالعصا ولا بالصمطه ولا بشوف كل واحد وشنو شنو هاد الوسائل هاديه وكتقول له كل الجسم وجربوها، خلي الطفل ياكل غير شويه غيرد لك. علاش كيرد؟ الا ضغطتي على الطفل ياكل درع كيرد. علاش كيرد؟ ماشي حيت داك الشيء توكسيك ولا حيت، ولكن حيت مشيتي كونتر داك لا ناتشور ديالو، ضد الفطره ديالو. اذا الله يجازيكم بخير، الاكل يجب ان يكون تحت واحد الجانب النفسي يكون مرتاح ونهضر مع الطفل، الا ما بغاش ياكل ما نعطيش. ما اكثر من هكا كان انا كنضرب الطفل ديالي حيت كياكل الزبيب وما بغاش يسائل ابيض، هذا بالنسبه لي انايا استسمح، هذا جنون. اذا الله يجازيكم بخير، لا الجزاء ولا العقاب ما خصوش يكون في الجانب الغذائي. قلت بالنسبه للوجبه ديال الغداء ممكن تبدا بالسلطه، السلطه الحمد لله في المغرب انا كنقول والله العظيم الى هذه النقطه في العالم الى رائعه جدا، فيها جميع انواع الخضر ممكن نديروها الان، نديروا جميع انواع الخضر، انا ما غاديش نحدد بصله مطيشه الخيار، انا غير نهضر على البطاطا، البطاطا هذا الوقت ديالها، لان كاين بعض الناس كتقول لهم السلطه اول حاجه كيبداو بها هي البطاطا مسلوقه. البطاطا دابا ما كتخنش، دابا البطاطا الحلوه، واخا البطاطا الحلوه فيها ماده الانولين وماده الليتاين، والليتاين كتعطي للطفل واحد كتاكتيفي الرودوبسين على مستوى العين وكتخليه يفلتري داك لي غايون اللي هما زرقين، الاشعه الزرقاء اللي كتكون في العين ديالو، اللي كيشوف التلفزيون كيشوف واحد مثلا الهاتف كيقيل الطفل كامل النهار كامل هو شاد هاد الالات هادوما، الوغ هذيك الاشعه الزرقاء كتقص العين كتاثر على العين. اذا ماده الليتاين اللي كاينه في هاد البطاطا الحلوه كتعطي واحد الفائده كبيره. يعني دابا الاستهلاك مشكور استاذ حلمي، انا كل مره تذكر بهذه النقطة، وصراحة لأنه الموسمية هكذا على الأقل باش هذه المسألة ترسخ عند المستمعين الكرام. إذا دابا ما كاينش الاستهلاك ديال البطاطا العادية، كنستهلكوا فقط البطاطا الحلوة لأنه هي الوقت ديالها دابا. الجميل أستاذ عفاف هو أن حتى مختصين التغذية في شي مكان من غير المغرب اللي كيهضروا على الموسمية، يلا بداوا يهضروا عليها ما كيعيشوهاش. حنا الجميل أن كنعيشوها ما كنهضروش عليها. إذن علاش حنايا أحق بها أننا نهضروا على هذا الموسم؟ هذا راه قانون، قانون أساسي. نعطيك عام مثال، إلا خديتي البطاطا الحلوة في الوقت ديالها ماشي بحال إلا خديتيها ماشي في الوقت ديالها. كنهضر على الجانب الطاقي، الجانب ديال لابسوربسيون، الجانب ديال لابيو ديسبونيبيليتي ديال العناصر اللي كاينة في وسط هذا الغذاء. هذا هذا موضوع كبير بزاف، وإن شاء الله نديروا له حلقة خاصة. كيجي بالنسبة لهاد لاصالاد عافاكم، لا سيزونمون، لا سيزونمون شنو غنزيدوا لهاد لاصالاد؟ كنزيدوا الحامض لو سيترون واخا؟ الوغ لو سيترون فيه فيتامين سي اللي كيعرفها كل شيء، فيه ماده الليمونين، ممكن نديرو حتى داك لو زاست، حتى داك القشور، وهادي عافاكم القشور ديال الحامض كيتخادو، القشور ديال الليمون ما كيتخادوش، يعني القشور ديال الليمون فيهم بعض الزيوت الطياره اللي كدير لنا واحد التهيج ديال الجهاز الهضمي كامل، واخا؟ الوغ ممكن نديرو الحامض، ممكن نديرو زيت الزيتون، زيت الزيتون فيها تيغوزول، ليدغوتيغوزول، لوروبيين، لوروبيين، الناس اللي كيهضروا على الكالسيوم، يهضروا على لوروبيين. انا غير ما عندكش لوروبيين، رغم لوروبيين يساعد على امتصاص الكالسيوم واخا. زريعه الكتان ممكن ديروا هاد لي غرين دو لا ولا هاد الفلاكسيد ولا هاد بجميع الاسماء ديالها. انا زريعه الكتان كنطحنوا واحد الكميه ديال انسومين كنديروها فيها لي فيتوستروجين، فيها العديد من 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 الالياف الغذائيه زائد الاوميغا 3، وماشي على شكل اوميغا 3، لان اوميغا 3 ما كايناش في الطبيعه، عافاكم صحوا المعلومات ديالكم، راه اوميغا 3 ما كايناش كاوميغا 3 في الطبيعه، راه كتحول حتى كتدخل الجسم عاد كتحول اوميغا 3. اذا هذه هذا هو لاسيزمو. علاش كنقول هاد الشيء؟ باش نهضر على المرحله الثانيه، هما الناس اللي كيديروا الخل. انا والحمض الاسيتيك الله يجازيكم بخير، ما ديروش لاصالات ديالكم لا ليكم ولا الاطفال ديالكم. الناس اللي كيديروا الروز،
اطفال كان عمرهم بالروز، الروز الكامل، الروز الاسود، الروز هذه خصنا نعرفوا باللي الروز اغلبيه الروز الان مغير وراثيا. هذه المسائل خاص المستمعين يعرفوها، حنا كنقولوا داك الشيء اللي خاصو يتقال. واخا الذره كذلك الميز، كاين الناس اللي كيديروا في لاصال كيديروا الميز، الميز دابا 99.9 مغيره وراثيا. واخا الناس كيديروا داك الطون كونسيرف، استسمح لنا المصطلح شوما، حنا في المغرب عندنا البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي، ونمشي نشري انا بواده ديال الطون ونديرها في الشلاضه ونعطيها لولدي ونقول له بالصحه والراحه، ما خاصناش نقولوا له بون ابيتي، خاصنا نقولوا له بون شونس. لان انا وليت كنقول للناس واش كتشوف شي واحد كياكل واش غنقول له بون شونس ولا غنقول له بون ابيتي؟ لان انا بوجهه النظر ديالي انا الا كان كياكل هذه الماكله اللي كاينه دابا خصني نقول له بون شونس، علاش؟ لان علم الله شنو كاين تما. انا زائد هاد المايونيز، الكاتشوب، موطارد، هادشي اللي كيديروا مثلا، ما نقدروش نهضروا على كلشي ان شاء الله، ديك الساعه نديروا حلقات خاصه. المايونيز مثلا، المايونيز كيكون فيها البيض خضر، هادشي الا كان بيض كبيض، ملي كنهضر على البيض هو البيض البلدي. واخا البيض خضر اولا عنده واحد الشومبر، عنده واحد الفراغ كتكون في البيضه، هذيك الفراغ ممكن يكون فيه الليستيريا، ممكن يكون فيه السالمونيلا، ممكن يكون فيه العديد من البكتيريات. زائد اننا ملي كنديروه في المايونيز كنديروه خضر، ملي كنديروا البيض خضر فيه ماده الافيدين، وماده الافيدين كتمنع امتصاص فيتامين بي 8، وفيتامين بي 8 هو اللي كيعطي الذكاء. استاذ عفاف اللي سولتيني يعني في الاول ديال الحلقه، الطفل محتاج فيتامينات جروب بي ومنها فيتامين بي 8 اللي كيكون كيعاون على الذكاء. زائد هذا المطارد وهذه المسائل هذه، المطارد حبه الخردل معروفه مذكوره حتى في القران الكريم، ولو زنناها في ميزان الذهب ما كتعطينا حتى شي حاجه، مي بورتون عندها فوائد كبيره، ولكن ماشي بهذه الطريقه اللي كنديروا هذا المطارد وهذه المسائل هذه. الوغ من موراها ان شاء الله غادي ندوزوا للوجبه الرئيسيه اللي ممكن اننا غنهضروا عليها. نمشوا هاد المره من بعد ام مؤمن تواصلوا مع سعيده على الخط معنا من العرايش. صباح الخير سعيده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سعيده. اهلا دكتور، لاباس؟ الحمد لله. الله يبارك. الحمد لله. انا فرحانه بزاف من يحضر لي الخط. مرحبا بك لاله سعيده، احنا فرحانين سمعنا صوتك، مرحبا. دائما كنقلب على الدكتور حليم. مرحبا. هنا هو. مرحبا. انا عندي واحد بدن. ايوه. كملت دابا 9 شهور. ايوه. ودخلت دابا نحس تحضير ودخلت للثاني، دابا طلع من الثاني. ايوه. شحال الوزن ديالها؟ الوزن ديالها 19 هكاك ونص. نعم. والطول ديالها فيها متر ونقلت متر و7 ومتر و8. ايوه. انا كنشوف قليله ما نعرفش، انا كنشوف بنات خدا كبارين. سمعتيني؟ ايوه. المشكل ديالك دابا المشكل انك تقارني بنتك مع البنات الاخرين كتبان لك بلي ناقصه. ايوه. واخا حيت عند النظر دابا ما بغاتش تفطر، شربت الحليب كاز الحليب وبعض التميرات. ماما كان ندير لها البيضه مقليه بلديه، ماما شويه ماشي بزاف، ما كتاكل شي بزاف. واخا نجاوبك ان شاء الله. نجاوبو ان شاء الله. يمكن تعطيني النمره ديالك. واخا سعيده ما تقطعيش، رجعي للستاندار ان شاء الله وما يعطوك الرقم الهاتفي الخاص بالاستاذ الحليمي وهكذا تقدري تواصلي معاه. شكرا لك سعيده، تواصلتي معنا من العرايش. هذه النقطه كذلك كنوقفوا عندها كثير استاذ الحليمي، لما كيطيحوا الاباء والامهات في المقارنه ديال الوليد مع الاقران ديالو على مستوى الوزن، على مستوى الطول او القامه، ربما على مستوى الحركه بعض المرات، على مستوى التركيز، على مستوى النتائج في اخر السنه. شوف هو شحال جاب وشوف انت النتيجه ديالك كيف عامله. دائما هذه المقارنه حاضرة ولا كاينة؟ نعم، هو أولا النتيجة، إلى النتيجة بصفة عامة، هذا موضوع كبير ماشي من حقي أنني نهضر فيه، ولكن نهضر بصفة عامة. إلى خديتو أكبر العلماء اللي دازوا في التاريخ. نعم. هو 21% فيهم ذاك العلم ديالهم اللي جا ماشي هما اللي داروه، هما غا شدوا النتائج ونشروها بسميتهم. كاين أسماء معروفة ما غاديش نقول السمية، لأن كاين بعض المؤسسات سميتها بهذه السمية هذه، مع ذاك العلماء ماشي هما اللي جابوا ذاك العلوم، لكن العلماء الحق يعني اللي جابوا العلم ديال كما كنقولوا العلم الجيد، أغلبهم كانوا في الدراسة ديالهم عاديين. ولكن دائما هو كيقلب على نقطة القوة ديالو. شي الطفل ملي كتعرف نقطة القوة ديال الطفل خاصك تراقبه من بعيد، ما كاينش ذاك القمع والطرق اللي ولينا دابا. النقطة اللي هضرت عليها الأخت هي نقطة، هي فخ ديال المجتمع لما كنشوفوه الوزن. أنا نعطي مثال بسيط، ماشي داك الشيء اللي كيديروه الناس كاملين راه صحيح. مثلا يقدر الناس يكونوا كيديروا واحد العادة، ماشي الصائب هو أنني ندير بحال دوك الناس، الصواب هو أنني نعرف داك الشيء اللي كيديروا دوك الناس واش صحيح ولا خطأ بعدا. ما
مثلا دخلت انا لواحد المجتمع مثلا في واحد الحومه لقيت انا واحد الناس كيديروا واحد التصرف، ماشي اول حاجه غنفكر فيها هو انني ندخل مع هاد الناس ندير هاد التصرف هذا، لا، اول حاجه خصني نفكر فيها هو هذا التصرف ديال هاد المجتمع هذا واش جيد ولا غير جيد، وما نقطعش الامل بانني ممكن انني نبدل ذاك التصرف. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره، يعني لا 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 يعني المعنى ديال ان الانسان مش انت وسط 1% 1% راه انت ممكن تبدل هذوك 100 الناس. علاش كنقول هذا الشيء؟ باش نخرجوا عفاكم هذا الفخ اللي كنعاودوا ديما كنسمعوا بعض الاسئله، ماشي مشكل نعاودوا نسمعوا نفس السؤال، نفس السؤال نعاودوا نجاوبوا نفس الجواب، ما كاينش مشكل. كنسمعوا نفس السؤال كيقول انا الطفل ديالي كنشوفه قدام الاعمار ديالو نفس السن كيبان لي ناقص، شكون اللي قال لك باللي هذاك اللي قارنتيهم هما نيت في حد ذاتهم عندهم وزن جيد؟ إذا كنتي كتقارن ولدك دابا الطفل قالت عنده 6 شهور اكلك انا 6 شهور الوزن ديالك 19 كيلو 6 سنين و 9 شهور نعم انا الوزن هذا عادي جدا، يعني بين 18 كيلوغرام و 21 كيلوغرام وزن عادي جدا. اذا واش الخطا في الصواب اللي كنهضروا عليه او لا الخطا في اننا تابعين واحد الفئه؟ اذا ماشي داك مثلا كتشوف شي واحد، هذا هو المبدا ديال لامود. علاش حنا ما نصوبوش لامود ديالنا؟ علاش ما نصوبوش؟ لان لامود راه ضعف، علاش ما نصوبوش لامود ديالنا؟ علاش كنتبعوا حنايا؟ الو الا كان شي حاجه على الاقل نكونوا نصوبوا، الا ما نقدروش نديروا مثلا هذه الموضه في شي اشياء ما غاديش نهضر عليها نديروها غير في التغذيه، نعطيو حنايا الموضه، نعطيو موديل، نعطيو مثال للعالم كامل في هذا النظام الغذائي ديالنا. اذا ماشي نشوف انايا واحد 10 ولا 20 الناس اطفال ولادهم ولدي انا ماشي قدهم، راه نقطه قوه ماشي نقطه ضعف. نقول انا ولدي راه عنده شي مشكل، علاش داكشي اش كنقول هذه الفكره ركزت عليها باش ما نبقاوش عفاكم نطيحوا في هذا الفخ هذا، لان يعني هذا الفخ كبير وكيخليك تنقص من الاعتراف ديال الاعمال اللي كديرها من اجل الطفل ديالك. بالنسبه للوجبه الرئيسيه، بالنسبه للوجبه ديال الغداء، الله يجزيكم بخير، ماشي ضروري يكون ماده بروتينيه ديال اللحم عكس ما يقال والنصائح التي تقال. اللحم ليس بغذاء يومي وليس بغذاء اسبوعي وليس بغذاء شهري، استسمح واخا انا كنعطي المسائل اللي خاصه كل واحد. انا حنا لا نفرض اي نظام غذائي على شي واحد، انا فقط كنعطيو اشياء وكل واحد على حسب الفهم ديالو وعلى حسب القناعه ديالو ممكن يتصرف. اللحم ليس بغذاء يومي وليس بغذاء اسبوعي وليس بغذاء شهري، والدليل كاين فهذا الاوردونونس، الرسول صلى الله عليه وسلم كيعطينا اوردونونس. تصور ملي كنهضروا على اللحم للضيف سيدنا ابراهيم، ملي كتهضر على النصائح ديال الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا اوردونونس عطاه لك الرسول صلى الله عليه وسلم، راه ماشي ساهل، طبيب ديال البشريه، وبالتالي هاد لوغدونونس هادايا راه خاصك تقراه 100 مره وتفهمه وتحاول تطبقه. اذا اللحم واللحوم ليس بغذاء يومي باش الامهات باش نحيدوا هذا المشكل ديال البروتينات والمسائل. البروتينات الجسم كيحقق الجانب البروتيني، عنده واحد البول بروتينيك، راه الجسم كياخذ الحجير ديالنا من البروتين، والدليل هو ان حليب الام فيه 7% ماشي بزاف ديال البروتينات، وبورتون الطفل كيكون في واحد النمو اللي هو نمو سريع. الوغ الغداء ممكن يكون على شكل مثلا اسمك، الوغ اسمك عافاكم غير ما تقليوش الله يجزيكم بخير، ماده الاكريلاميد ديجا سيد غاترونس وهذه المسائل والزيوت المهدرجه وهذا القليل اللي كاين الله يجزيكم بخير. والطفل خاصك طيب له بالزيت البلديه، يكون عندك في المنزل زيت البلديه، الوغ الزيت البلديه الطيب بالزيت البلديه، القليل ما خاصوش يكون بجميع الانواع ديالو، ممكن ديرو اللحوم واحد المره مثلا في 15 يوم، مره في 20 يوم، الوغ يوميا الناس غايقولوا شنو هاد؟ ارجعوا عافاكم للقطاني، هذه السنه هذه 2016 هي السنة ديال القطاني وماشي حنا اللي كنقولوها، دول للأسف جات من برا. إذا حنا المغرب عندنا القطاني، ألوغ عافاكم القطاني، اللوبيا، العدس، الحمص، البيصارة، اللي بالنسبة لي أنا نعطي للطفل ديالي يكون صحة جيدة، بالنسبة لي أنا ما كيهمنيش أنا لأن حنا ربطنا العدس بالجانب المادي والحم بالمستوى الاجتماعي. نعم للأسف هذا شيء خطير وضيع علينا واحد الفائدة كبيرة. ممكن يقول لنا نديروا أسماك، الطفل ممكن ياخذ اسماك بجميع التحضيرات، اليوم ندير له طاجين، غدا ندير له في الفران، بعدو نشويها، بعدو ندير معها واحد بلاد ريزيسونس سو فور مثلا ديال هاد لي لونتي العدس او لاغيكو او لاغيكو بلون او هاد اللوبيا او البيصاره او هاد الاغذيه هادي. انا كل نهار نوع الاجتهادات، انا جو سوي سور انا كنعطيها المبادئ القواعد، كل واحد غادي يلقى القواعد ديالو اللي كديروا هذوك القطاني وهاد المواد هادي كامله، ونديروا خبز كامل. اذا ندير راه السلاط
الو صالات كل واحد يصوبها على حساب الخضر الموسميه. نديروا اسماك، نديروا قطاني، دجاج بلدي مره مره، مريقه دجاج بلدي مره مره، اما الكفته يوميا ولا بيغ يوميا وهذه الاشياء هذه والبطاطا فريت وهذا ما تسمح، هذا طفل ما غيركش غيوصل مع العشيه واحد التركيز غيكون واحد الهبوط، واحد الهبوط لا يتصور بالنسبه للتركيز. اذا الله يجزيكم بخير، هذه الوسائل في الجانب الغذائي زائد نعطيو خبز كامل الله يجزيكم بخير. الا كان بالخميره البلديه ممنوع الفواكه بعد الوجبه. نعم. وشوفوا سيد الحلمي سبحان الله ما كان الوليدات بصحة جيدة والتركيز ديالهم مزيان، فالفطرة لما كتكون هي اللي كتشتغل الكثير من الوليدات كانوا كيفضلوا الطياب ديال الجدات ديالهم، كيقول لك انا بغيت ناكل الماكله ديال جداتي ماشي ديال ماما. فسبحان الله كنا كنسمعوا هذه المساله بزاف. غادي نمشيو دائما نتواصلوا مع المستمعين الكرام، وهذه المره ام يونس على الخط معنا. صباح الخير ام يونس. السلام عليك. صباح الخير اختي. اهلا وسهلا بك ام يونس، مرحبا. كي دايره دكتور؟ كي دايره اختي؟ مرحبا بك ام يونس. الحمد لله. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج وعلى جميع البرامج تاع ميد راديو. العفو، مرحبا بك معنا. ونسولك الله يعطيك الصحه على الدري ولدي دابا عنده 6 سنين. ايه. كما قال الاستاذ دابا ما تياكل حتى حاجه، ما تيبغي ياكل والو، كما تكون الميده جميع انواع ديالها ما يدورش يعديها، ما يدناش عندها يقول بغي يزنى شي حاجه والو. واخا نسولك عافاك، شنو انت بالنسبه لك الام ديالو شنو الغذاء اللي عزيز عليه؟ اكيد غيكون عنده غذاء واحد عزيز عليه. اذا قلت لك استاذ، انا قلت لك دكتور شنو اللي عزيز عليه؟ قاعد تصيق يبغى لك عاديك الباكيتي السريع هذيك اندومي هذا الشيء اللي قال لك يبغي صافي. لا شوف ما تسميش لينا ام يونس. نعم واخا مقليه صافي هذا الشيء اللي يبغى. نعم تقريبا هي شي كتدخل في الوجبات السريعه التحضير استاذ الحليمي. وشكرا لك ام يونس. شكرا لك، تفضل استاذ الحليمي. نعم هو الجواب على السؤال استاذ عفاف. نعم هو الحلقه اللي قبل اللي دازت، الحلقه اللي دازت، الحلقه هذه والحلقه الجايه. لان ما يمكنش نجاوب على هذا السؤال، لان الاخت لخصات كل شيء. الطفل ما ياكلش عنده بزاف ديال العوامل. نعم. عوامل في الاسره ديالو 25%، عوامل في المجتمع اللي هي الاسره الكبيره 25%، والعامل ديال 50% هو ديال حنا كنلعبوا على ذاك المرحله قبل الدراسه، نزرع انا في الطفل المبادئ الصحيه كما كنزرعوا المبادئ الاخلاقيه. هذه كنربحوها، كنربحوا ذاك البورسونتاج، كنزيدوا، لان الطفل ملي كتربح ذاك الشيء في المنزل ديالك كيولي عندك تاثير في الدار 80%، تاثير في المدرسه 20%، راك رابح. راه كنزيد شدنا قلم وورقه وحسبناها، راه الا كان ما عندكش دور كبير في المنزل ديالك انت عندك تاثير 20%، المدرسه 80%، راك خاسر. كنهضروا على المدرسه، واغلب المدارس دابا عندهم البيفات المدرسه، كيدي الطفل لارجون دو بوش معاه، اللي كيكون عنده لارجون دو بوش كيقول له لا خاص تجيب فلوس تشري هنايا وتشري هنا. هادشي هذا التصرفات كاينه عندنا معروفه في هاد المسائل هذه، ما غاديش نخبيو الشمس بالغربان. واخا الو هاد المسائل عافاكم، هاد التصرفات، انا النداء ديالي انا لكل اسره نتعاونوا. ملي تكون غادي تلقى طفل جاي من المدرسه ما كيعرفك ما كتعرفه، قول له السلام عليكم وقول له ولدي الله يعاونك. الطفل كيحس بواحد الفرحه. الوغ اي طفل دابا راه دابا منظر زوين شفناه اليوم، ان الاطفال غادي للمدرسه. نعم دخول المدرسه كله بابا قرا مزيان واجتهد وهذه. الوغ تصور هذا الطفل هذا تلقاه الاول قال له قرا بابا مزيان، قرا شويه، الثاني الثالث كيوصل عند الاب والام ديالو بواحد الشحنه. اذا الام والاب راه عندهم واحد النسبه، ولكن حتى المجتمع ربى. الوغ كذلك المؤسسه، كيكون واحد الشحنات ايجابيه، ماشي نعطيو شحنات سلبيه في التغذيه وجميع المسائل. كيجي الطفل مشحون ايجابيا، اما الا جا الطفل مشحون سلبيا لقى الناس كياخذوا الحلويات وكياخذوا المقليات في المدرسه وهذه انت عطيتيه سخوي، اكيد غيجيك بشحنات سلبيه. وان شاء الله الحلقه اللي دازت واللي قبل منها وهذه الحلقه والحلقه المقبله لحيانا الله ان شاء الله نحاولوا نتيريو ونحاولوا نخرجوا بعض النصائح اللي ممكن ان الناس يستعملوها في الحياه العمليه ديالهم. نعم اذا سمحتوا استاذ الحلمي غادي نمشيو هذه المره باش نجاوبوا باجوبه سريعه ومباشره على مجموعه من التساؤلات اللي وصلتنا الرقم 5080. غادي نبداو بسؤال من عند مستمعه كتقول هي من مكناس، هي سمعت الاتصالات ديال الامهات اللي تواصلوا معنا في البرنامج وما بغاتش الوليد ديالها مستقبلا تعاني معاه نفس المشكل اللي كيعانيوا بعض الامهات اليوم، فقالت هو رضيع في عمره دابا 10 شهور، فكتسولك استاذ الحلمي هي حريصه على انه يعني الرضاعه الطبيعيه في هذه المده كامله ومازال ان شاء الله قالت هي بغات ربي يعطيها القوه انها تكمل عامين، ولكن نعم. كتسولك ابتداء من 10 شهور واش نعم. ممكن تبدا تعطيه الحسوه ديال الشعير؟ نعم هو اولا معرفه المشكل هو نصف الحل. نعطيك مثال، الناس مثلا اللي كيمارسوا الموسيقى
الناس اللي كيمارسوا الموسيقى كيعرف راسو بانه خصو يعزف واحد المقام مثلا بياتي ولا الرصد ولا الحجاز ولا النهاوند، وواحد كيدير معاه الايقاع. هذاك اللي كيدير الايقاع يقدر يطيح الميزان، الا عرف راسو بلي راه يطيح الميزان ممكن يتعالج، ممكن يولي يضبط هذه المسائل. مي الا ما كانش عارف راسو، وهاد الناس كيعرفوا الناس ديال 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 الموسيقى، زائد ان الام الا عرفت المشكل ديالها، انا راه سمعت المشاكل وسمعت هذه وسمعت هذه، الوغ انا كنقول الناس راه تستافدوا واخا ما تتصلوش راكم تستافدوا، علاش؟ انك تستافد من تجارب. الوغ سمعت قالت المشكل ما بغيتش نطيح في المشكل، جيد 50% راك ربحتيه ديال الحل. شنو بدات؟ بدات واعيه انها خسر الرضاعه الطبيعيه، بدات واعيه انها دير الحشوه، جيد جدا. اذا حنايا كنكونوا مي كنفهموا المشكل ونبداو من الاول كنكونوا ربحنا الطفل. وهاد الام هذه انا جو سوي سيور انها ربحات نصائح اللي ممكن بدات غير بالرضاعه الطبيعيه، هذا جيد جدا. الايام الاولى تبدا الحشوه، تبدا بزاف ديال تدخل مثلا تشوف الغذاء التكميلي اللي كنا هضرنا عليه. اكيد كنكونوا كسبنا المعركه ديال النظام الغذائي من الاول، وكيبقى لنا بزاف ديال الامور اللي ممكن نشتغلوا عليه ان شاء الله، ولكن كنكونوا بنينا طفل عنده معتقدات غذائيه اللي هي صحيحه. نعم. نعم. سعاد كتسول استاذ الحليمي، مشكور على هذه النقطه، على المساله ديال الوليدات اللي كياخذوا الماكله ديالهم ولا الغذاء ديالهم معاهم المدرسه، على المساله ديال التخزين. فكنشوفوا كثير من الممارسات استاذ الحليمي، فكاين امهات اللي كيستعملوا العلب ديال البلاستيك وللاسف مازال كيستعملوها، كاين امهات اللي كيخافوا انهم يستعملوا الزاج خصوصا الا كانوا وليدات مازال صغار، فكتخاف على انه يهرسها او اللي يقدر يجرح يده ولا اي حاجه. فهنا شنو النصيحه اللي نقدروا نعطيوهم استاذ الحليمي فيما يخص التخزين ديال الاكل اللي غادي ياخذوا الوليد معاه المدرسة؟ ان شاء الله انطلاقا من هذا السؤال الاخير تكون البدايه ديالنا هي ديال الحلقه المقبله، لان السؤال المطروح هو واش خصنا نحيدوا الميكا ولا نحيدوا البلاستيك؟ هذا السؤال المطروح، لان اذا كان الميكا راه ميكا، كان البلاستيك راه بيسفينول بصفه عامه في ما كان. اذا حفظ الاغذيه، كاين بعض الاواني اللي هي اغالبيه ديالها اواني ديال البلاستيك، طريقه حفظ الاغذيه كانت سخونه ولا كانت بالدارجه كنقولوا ميدمه ولا ماده دهنيه ولا هذه، هذه المسائل هذه كامله يجب اخذها بعين الاعتبار. اولا يجب ان نعتقد ونامنوا اننا خصنا نعطيو نظام غذائي جيد، جائد ثانيا يجب اننا نطيبوا مزيان، جائد ثالثا اننا الظروف اللي غنقدموا فيها الوجبه هذه، وان شاء الله النهايه ديال هذه الحلقه غتكون هي البدايه ديال الحلقه المقبله ان شاء الله. ان شاء الله. وكل الشكر ليك الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، والموعد معك ان شاء الله غادي يكون يوم الجمعه المقبل دائما من خلال برنامج صحه وسلامه. اما غدا ان شاء الله فغادي يجمعنا موعد جديد مع موضوع جديد، دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون، شكرا لسعيد عقال والناس اللي رافقوها في الاخراج ايضا، وسميحة عشوبي مشكوره كانت استقبال مكالماتكم. بدايه اسبوع موفقه ومكلله بالنجاح ان شاء الله، كنتمنوها للجميع وكل التوفيق للطلبه والتلاميذ اللي بداوا موسم دراسي جديد، فالاجتهاد والجهد كنتمنوه لهم باش يحصدوا ثمار النجاح في اخر السنه. الى اللقاء.